صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسوم رقم 42 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاء فيه: يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على النحو الآتي: الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيسا، الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عضوا ممثلا عن الحكومة، السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عضوا ممثلا عن الحكومة، السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا ممثلا عن الحكومة، الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عضوا ممثلا عن العاملين في القطاع الحكومي، السيد أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية عضوا ممثلا عن العاملين في القطاع الحكومي، السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عضوا ممثلا عن العاملين في القطاع الحكومي، السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عضوا ممثلا عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي، السيد عارف أحمد هجرس الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عضوا ممثلا عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي، السيدة سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضوا ممثلا عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي، السيدة سعاد محمد مبارك الأمين العام المساعد للمرأة العاملة والطفل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضوا ممثلا عن العاملين في القطاع الأهلي، السيد أسامة سلمان حسن محمد أمين السر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عضوا ممثلا عن العاملين في القطاع الأهلي، السيد مشعل علي الحلو مدير تقنية الحاسوب بمجموعة أركبيتا عضوا ممثلا عن العاملين في القطاع الأهلي، السيد محمد إبراهيم البستقي عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص، الدكتور مال الله جعفر الحمادي عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص.